الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 7 في 7 على تايم سبورتس. وزي كل يوم هنكون مع بعض لمده ساعه ونص، وهنتابع فيها كل جديد على السوشيال ميديا الرياضيه. كمان هنشوف النجوم والانديه والمنتخبات نشروا ايه من بوست وصور وفيديوز، وهنعرف هنا اهم الاخبار السريعه والحصريه، وبرده هنكشف لكم هنا التوب سيكريت. هنبتدي حلقتنا النهارده بسؤالنا: توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي التونسي بكره في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا دي هتكون اولى مباريات الفريقين في دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي في المجموعه الثانيه، واللي بتضم معاهم الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي. عايزه بقى اعرف منكم توقعاتكم ايه لمباراه بكره ونتيجتها، ومين طبعا ممكن ان هو يسجل اهداف مباراه بكره. شاركونا باجاباتكم على تويتر طول وقت الحلقه على هاشتاج البرنامج 7 في 7، وان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده ممكن نستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. دلوقتي بقى هنتابع مع بعض نجوم الرياضه والانديه والمنتخبات نشروا ايه على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وهنبتدي معاكم من الفيسبوك. هنبدا رحله الفيسبوك من صفحه نادي الزمالك، واللي نشرت صور لتدريبات نادي الزمالك لما وصل اديس ابيبا، واللي طبعا ادى فيها تدريبات اثناء الترانزيت وقبل اكمال الرحله للكونغو الديمقراطيه، واللي طبعا هيواجه فيها فريق زيمبابوي او مازيمبي عفوا يوم السبت اللي جاي. نشرت الصفحه الصور دي وكتبت: فريق الزمالك بيخوض تمرينه في اديس ابيبا عاصمه اثيوبيا قبل التوجه للكونغو لمواجهه مازيمبي. ومن نادي الزمالك نروح معاكم لصفحه بيراميدز، واللي نشرت الصور دي النهارده الصبح وكتبت الصفحه: الفريق يتجه لنيجيريا لمواجهه إينوغو رينجرز النيجيري. ونروح معاكم لصفحه النادي الاهلي، واللي نشرت الصور دي وكتبت: لدينا ضيف عزيز، وزي ما احنا شايفين قدامكم دلوقتي زياره انيس بوجلبان لمقر اقامه بعثه النادي الاهلي في تونس. ومن نفس برضو صفحة النادي الأهلي نشرت فيديو للتونسي بوجلبان، وكتبت الصفحة: على لسان أنيس استغل أي فرصة لزيارة النادي اللي عشت فيه أجمل أيام حياتي. تعالوا بقى مع بعض نشوف دلوقتي تصريحات لاعب النادي الأهلي السابق لصفحة النادي الأهلي الرسمية. جماهير نادي. وهنروح معاكم دلوقتي لصفحه المصري بورسعيدي، واللي نشرت فيديو لوصول لعيبه الفريق لفندق الاقامه في موريتانيا استعدادا لمواجهه فريق نودابيو في اول ماتش للفريقين في دور المجموعات في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. تعالوا نشوف مع بعض فيديو لوصول اللعيبه والجهاز الفني بقياده ايهاب جلال. وهنطير معاكم من موريتانيا لانجلترا، وتحديدا لصفحه شيفيلد يونايتد، واللي نشرت فيديو حلو قوي للاعب الفريق موسيه، واللي كان فاز بلقب رجل مباراه فريق شيفيلد ومانشستر يونايتد. لكن طبعا هو وقتها ما استلمش الجائزه في يوم الماتش، قرر بقى النادي ان هو يسلمها له من واحد من مشجعين النادي، وتم اختيار بنت اسمها ايميليا ان هي اللي تدي له الجائزه دي. لكن موسيه فاجئ البنت المشجعه لفريق شيفيلد يونايتد، وبعد ما سلمته الهديه او الجائزه قرر ان هو يسيبها لها عشان تحتفظ بيها كتذكار يعني منه. وهنروح معاكم لصفحة الدوري الإنجليزي، واللي نشرت فيديو لمباراة قديمة بين ليفربول وأرسنال الإنجليزي اتلعبت زي النهاردة لكن من 15 سنة، وفاز بها فريق الريدز في الوقت القاتل بنتيجة 2-1. تعالوا نشوف معاكم ملخص الأهداف دي. وهنختم معاكم فقرة الفيسبوك بفيديو هنشوف فيه مهارات وأهداف اللاعب الإيطالي فابيو جروسو، واللي بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده 42. تعالوا نستمتع بالفيديو ده مع بعض. ومن نفس حساب الفريق الملكي نشر فيديو خاص للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، واللي بقى خامس اكتر مدرب قاد ريال مدريد في عدد المباريات بعد ما وصل ل 178 ماتش كمدير فني لريال مدريد، وحقق الفوز في 119 مباراه. وزي كل يوم بنجيب جول ما اخدش حقه في وسائل التواصل الاجتماعي لانه تسجل في عصر ما قبل السوشيال ميديا. هنشوف النهارده هدف سجله مبابي سيتي. وهنختم معاكم بقى فقره تويتر بفيديو نشره حساب ريال مدريد بعد ما تاكد ان هو صعد لدور ال 16. نشر الحساب احسن الاهداف اللي سجلها الفريق الملكي في ادوار المجموعات لنسخ قديمه شويه من البطوله. عايز افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده بيقول: توقعاتكم ايه لمباراه بكره ما بين الاهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري ابطال افريقيا؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. فاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقرتنا في 7 في 7، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس. عايز افكركم مره ثانيه بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده بيقول: توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه بكره النادي الاهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري ابطال افريقيا؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. ودلوقتي بقى سريعا هنروح معاكم على الانستجرام.
هنبدأ فقرة الانستجرام من حساب نادي الزمالك واللي نشر الصورة دي للأسطورة الراحل كابتن حمادة إمام رحمة الله عليه، وكتب الحساب: الأساطير لا يموتون أبدا. يوافق اليوم ذكرى ميلاد الثعلب حمادة إمام أحد أهم رموز نادينا الذين رحلوا عن دنيانا والذي سيظل دائما في أذهاننا. نروح بقى لحساب كابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق واللي أحيا ذكرى والده كابتن حمادة إمام، وكتب: اللهم ارحم والدي العزيز رحمة واسعة في ذكرى ميلاده وادخله فسيح جناتك يا رب، اللهم أمين. نروح بقى لحساب النادي الأهلي واللي نشر صورة للنجم وقائد الفريق حسام عاشور وكتب: 27 نوفمبر سنة 2003 كان الظهور الأول لقائدنا حسام عاشور في التشكيل الأساسي لفريقنا قصاد المنصورة في الدوري المصري ممتاز، ومن الوقت ده لعب 509 مباراة في مختلف البطولات، فاز ب 12 بطولة دوري ممتاز، 10 بطولات سوبر مصري، 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا، 5 بطولات السوبر الأفريقي، 3 بطولات لكاس مصر وبطولة للكونفدرالية الأفريقية وبرونزية بطولة كاس العالم للأندية في سنة 2006، وهو أصغر لاعب أفريقي بيدخل نادي المية. وبمناسبة بقى البدايات والأرقام القياسية هنروح معاكم لحساب رومالو لوكاكو نجم نادي انتر ميلان الإيطالي واللي نشر الصورة دي بعد ما قاد فريقه امبارح للفوز في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وكتب 3 نقاط: أول هدف لي في دوري أبطال أوروبا مع انتر والهدف رقم 250 في مسيرتي. بمناسبة برضو الكلام عن نادي انتر ميلان الإيطالي هنروح معاكم لحساب النادي واللي نشر فيديو لملخص أهداف المهاجم الأسطوري كريستيان فياري، تعالوا شوفوا مع بعض. ونختم بقى فقرة الانستجرام من حساب موقع ترانسفير ماركت واللي نشر فيديو للتسلسل الزمني لتنافس كبار أوروبا على لقب دوري أبطال أوروبا ومين هم الأبطال من البداية لحد الموسم اللي فات. بعد بقى ما استعرضنا معاكم اهم اللي اتقال واللي اتنشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، معانا دلوقتي على التليفون كابتن ضياء السيد نجم النادي الاهلي سابق. ايه مساء الفل على حضرتك، منورنا اكيد في 7 في 7 على تايم سبورتس. اهلا بك يا شيماء على تايم سبورتس. طبعا عايزين نتكلم عن مباراه بكره للنادي الاهلي مع النجم الساحلي التونسي في دوري ابطال افريقيا، شايف اللقاء ده ازاي؟ شايف ان الاهلي ماشي بخطوات كويسه جدا مع فايبر، ماشي بخطوات كويسه في الدوري بشكل كويس، اللعيبه فورمه كويسه، بيكسبوا باداء رائع وبيكسبوا بعدد وافر من الاهداف. صحيح. لكن طبعا هينتقل الى المنافسات الافريقيه وهي مختلفه. اكيد. مختلفه عن الدوري بشكل كبير جدا، وهي اللي الناس منتظراه من فايدر بطوله افريقيا بشكل كبير جدا. وانا بشوف انه بدايه المحك وبدايه المباريات الاقوى. الاختبار الحقيقي. مش عايز اقول اختبار لان هو الراجل ماشي كويس، ويعني ماتشات الكوره ما ينفعش يبقى فيها اختبارات ماتش بماتش، الاختبار بيبقى يعني بياخد وقته في انه يشتغل وبنديله الموسم كامل يعني. اكيد. فتره التوقف دي يا كابتن ضياء هل جت في مصلحه النادي الاهلي؟ والله بص، فتره التوقف عن اللعب عمرها ما كانت في صالح حد، لكن اللي اظهره النادي الاهلي في مباراه الجونه بتقول انه محافظ على الريتم. صحيح. محافظ على اداء اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، يبقى هنا احنا بنتكلم انه الاهلي قدر انه يحافظ حتى في فتره التوقف اللي ما فيهاش منافسات، والاهلي كان واقف لو تفتكري قبل كمان التوقف الرسمي. كان واقف قبليها يعني كمان ب 10 ايام. صحيح. لكن اللي ظاهر ان النادي الاهلي اللعيبه محافظه على فورمتها، محافظه على الاداء الفردي. وكان على اتم الاستعداد للمباريات. بالظبط. على عكس فرق تانية يمكن كان عندها فعلا وقت طويل جدا للاستعداد، لكن واضح ان الوقت ده ما كانش في صالحها ابدا. لو سالتك على التشكيل الامثل بالنسبه للنادي الاهلي اللي يخوض بيه اللقاء بتاع بكره ده، طبعا في ظل الغيابات الكتير اللي بيعاني منها النادي الاهلي دلوقتي. هو هيختار، ما هيشوف، هو دايما بيغير مثلا في مركز الباك رايت ما بين احمد فتحي وهاني بتناوبه، هل هيشوف بعد ما اتفرج على النجم هل الماتش ده هيحتاج هاني ولا هيحتاج احمد فتحي؟ لكن هو مش هيغير غير في اضيق الحدود. انا بشوف انه فرقه التيم اللي لعب ماتش الجونه، وبرده نشوف اصابه رامي ربيعه، عارفين انه سيب مش عارفين هيلعب ولا مش هيلعب. صحيح. فلكن التشكيل انا بعتقد انه ثابت بالنسبه له،
وما فيش تغييرات كثيره الا في الظروف اللي احنا بقول لحضرتك عليها. غياب بقى حمدي فتحي هيأثر بنسبه قد ايه على النادي الاهلي بكره؟ انا ما شفتوش اثر في ماتش الجونه صراحه، اللعيبه كلها فورمه، ودي ميزه من مميزات فايلر انه مجهز معظم الناس، الناس كلها جاهزه، ما حسيناش باي نقص ولا باي حاجه. طبعا حمدي لعيب مهم وكان في فورمه عاليه قبل ما يتصاب، صحيح، لكن في النهايه النادي الاهلي السكواد بتاعته كويسه جدا وفي لعيبه كتير، وانا مش شايف انه في تاثر وما اعتقدش انه هيبقى في تاثر ان شاء الله. لو سالت حضرتك عن ابرز مواطن القوه والضعف في فريق النادي الاهلي؟ بص، النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه، في انتشار فني كويس في الملعب، صحيح، كويس جدا، وتلاقي اكتر من لعيب بيسجل، وليد بيسجل، وتلاقي جاي بيسجل، رمضان بيسجل، فعايز اقول انه الاهلي في فورمه كويسه، اتمنى انه البدايه الافريقيه خصوصا ملعب رادس احنا بنفيد اللعب عليه بشكل كبير، ومش هنلعب في ملعب سوسه اللي هو ضيق شويه، صحيح، لكن ان شاء الله اتمنى ان يكون في تماسك في الدفاع بشكل كويس. طيب على الجانب الاخر، نادي الزمالك عنده لقاء يوم السبت اللي جاي قصاد مازيمبي الكونغولي، شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ بظل طبعا يعني المستوى اللي احنا شفنا بيه نادي الزمالك في لقائه الاخير قصاد انفي. هو لقاء صعب، لكن اللعيبه اللي موجوده في فرقه نادي الزمالك تستطيع العوده بشكل كويس. تستطيع. انفي كان مركز، عارف انه بيلعب جيم دفاعي وبيلعب على الهجمه المرتده، وده تحقق له من حوالي اربع هجمات. حقق له الهدف وكان موفق في احراز الهدفين بشكل كبير جدا، صحيح، فاستحق الفوز لانه عمل حاجه هو متعود عليها، لكن الزمالك عمل حاجه مش متعود عليها فظهر الارتباك. كابتن ضياء، شفت كان في ضغط مثلا عصبي على لعيبه نادي الزمالك في اليوم ده؟ لا، الزمالك فرقه كبيره، المفروض اللي بيبقى عليه ضغط الفرقه، اي فرقه بتلعب الاهلي والزمالك هي اللي بيبقى عليها ضغط. المفروض الفرق الكبيره لا تعاني من ضغط، لكن لما تبقى انت مش مستعد كويس والتشكيل مش مناسب بشكل كبير جدا، فانا بعتقد ان ده بيربك الحسابات الى حد ما. طيب لو سالتك عن ايه اللي ناقص الزمالك دلوقتي من وجهه نظرك عشان يظهر نفس نادي الزمالك اللي كان موجود في الموسم اللي فات واللي طبعا كسب بيراميدز في نهائي الكاس وحسمه لصالحه؟ اللي ناقصه ترجع المصابين المهمين يرجعوا، ساسي وطارق حامد وبن شرقي، وان اللعيبه تعرف ان نادي الزمالك ده نادي كبير لازم تأدي بروح قتاليه لاخر وقت وتحافظ على اسم نادي الزمالك. طيب شفت عدم الاستقرار في التشكيل او التغييرات الكتيره دي، كان ميتشو مضطر ليها او هو بيستخدمها اضطراريا، ولا انت شايف ان هو لسه بيتعرف على اللعيبه ولسه بيعمل تدوير ولسه بيشوف اللعيبه اللي عنده؟ لا لا لا، لسه بيتعرف على اللعيبه، لا الكلام ما ينفعش يتقال، خد الكاس وخد باداء رائع يعني، لكن هو طبعا في اوقات كثيره جدا لعب في التشكيل بطريقه غريبه، في اوقات كان مضطر في الايقافات والاصابات، لكن حتى لو مضطر في ايقافات واصابات نادي الزمالك القايمه بتاعته مليئه بالنجوم ومليئه باللعيبه الجاهزه. صحيح. طيب لو بصينا على الاهلي الزمالك وبيراميدز، طبعا احنا بنتكلم على الثلاث انديه المفروض او المتوقع ان هم اللي هينافسوا على اللقب في الموسم الحالي، هنلاقي ان بعد توقف الدوري لمده 40 يوم مثلا نادي الاهلي رجع رجوع مبهر ورائع بصراحه، اربع اهداف نظيفه في مباراه الجونه، هنلاقي نادي بيراميدز اتعادل مع اسوان والزمالك خسر من انفي. هو كل واحد بيرجع بقى، ما هو كل واحد حسب ما اشتغل وحسب ما قدر يحفز لعيبته ويجهزها بشكل كبير جدا. انا بعتقد انه بيراميدز والزمالك ما استفادوش من فتره التوقف بشكل عملي، والنادي الاهلي استفاد، واللي احنا بنقول كده ليه؟ لان احنا شفنا اول مباراه بعد التوقف الاهلي كان متفوق بشكل اداء رائع، والبيراميدز اداء مخيب والزمالك اداء مخيب. صحيح. شفنا برضو انبي استفاد جدا من الفتره دي، انبي يمكن قبل توقف الدوري كان عنده نقطه واحده من تعادل وحيد، يمكن خسر كل المباريات اللي خاضها ما عدا مباراه واحده بس تعادل فيها، حتى اسوان كان اول ثلاث نقاط بيحصلوا عليها كانت من مباراه قصاد انبي. شفنا كابتن حلمي طولان عمل فرق في الفتره دي، يمكن وده اكيد كان السبب في فوزهم على نادي الزمالك بهدفين لهدف.
فهمي استفاد لانه مدرب جديد. المدرب محتاج يعرف اللعيبه بشكل اكثر. فلما ياخد مساحه 32 يوم ولا 35 يوم فاكيد لازم يستفيد، يتعرف على اللعيبه، عرف المراكز، عرف يوظفهم. فطبعا اكيد انبي استفاد، لانه عشان الكابتن حمدي كان لسه ما يسيبه كان محتاج فتره، عكس ما كان لو كل الدوري شغال وبيشتغل على طول كانت هتبقى مشكله بالنسبه له. صحيح. كابتن ضياء، مشوار نادي بيراميدز والمصري في الكونفدراليه الافريقيه شايفه ازاي؟ الى لعبه الذهاب عنده هدوء في مصر، اشتغل بشكل هادي وماشي كويس، ونتمنى له انه يكمل للاخر ان شاء الله هو وبيراميدز. طيب على الجانب الاخر في دوري ابطال افريقيا مشوار الاهلي والزمالك. انا المشوار زي ما بقول لحضرتك دايما للفرق الكبيره اللي عينها على البطوله بيبقى صعب. صحيح. فنتمنى لهم بدايه موفقه ان شاء الله. كابتن ضياء السيد نجم الكره المصريه، نورتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، بشكرك جدا على وقتك معانا. دلوقتي بقى عايز افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده. سؤالنا النهارده بيقول: توقعاتكم ايه لمباراه بكره في دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والنجم الساحلي التونسي؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده هنستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. هنطلع دلوقتي لفاصل سريع وبعد كده هنرجع وهنكمل بقيه فقراتنا في 7 في 7. خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، ودلوقتي هنروح معاكم لفقره الفيك نيوز واللي فيها بنكشف لكم حقيقه خبر انتشر على السوشيال ميديا لكن ما بيكونش صحيح. بنحاول بقى هنا ان احنا نوضح لكم صحه الخبر ده. خبر بقى النهارده عن رفض احمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الاولمبي لتواجد محمد صلاح مع الفريق في اولمبياد طوكيو، لكن اللاعب نفسه اكد ان تصريحاته دي اتفهمت بشكل غلط ونفى ان هو طبعا رافض لوجود محمد صلاح في الالعاب الاولمبيه، وقال ان اللعب جنب محمد صلاح شرف لاي لاعب لانه واحد من افضل اللعيبه اللي في العالم. ووضح كمان بيكهام ان تصريحاته كان بيقصد بيها ان المنتخب الاولمبي يقدر ان هو يحقق نتائج كويسه جدا في الاولمبياد حتى لو ما اختارش كابتن شوقي غريب 3 لعيبه فوق السن. ودلوقتي بقى لو مستعجل هتعرف معانا أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. كرة: مازيمبي يحتفل بمرور 80 عام على تأسيسه بحضور إنفانتينو. البوابة نيوز: الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في تونس. اليوم 7 اتحاد الكرة مباريات دور الـ 32 بكأس مصر بدون جمهور. الوطن: حسام البدري يقرر ضم 6 لاعبين من المنتخب الأولمبي. اليوم 7 الزمالك يصل الكونغو وهاني زادة ينهي إجراءات الفريق بالمطار. البوابة نيوز: شوقي غريب يهدد استمرار حسام البدري مع المنتخب الأول. كورة: إنبي يطلب ضم عمار حمدي من الأهلي. الوطن: منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا وبلجيكا يحافظ على الصدارة. سوبر كورة: 22 لاعب في قائمة بيراميدز برحلة نيجيريا. الوطن: زعيم الثغر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. اليوم 7 همام طارق يعرض على الإسماعيلي التنازل عن راتبه للمشاركة في خليجي 24. البوابة نيوز: الأهلي يمنح مستبعدي مباراة النجم الساحلي راحة سلبية غدا. سوبر كورة: نزلة برد تمنع سعد سمير من المشاركة في ميران الغائبين عن رحلة تونس. في الجول: لويس إنريكي: راموس قد يشارك في أولمبياد طوكيو 2020. البوابة نيوز المصري. كرة: كابوس البدري يعكر أمجاد الأهلي برادس. في الجول: الإسماعيلي: اتفقنا مع اللاعبين على خوض كل مباراة كبطولة خاصة.
سوبر كورة، فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي للإطمئنان على حالة رامي ربيعة قبل مباراة النجم. في الجول، مدرب أسوان بيراميدز منتخب والتعادل معه مكسب. أفكركم مرة تانية بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال النهاردة بيقول توقعاتكم إيه لمباراة بكرة في دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي؟ هستنى إجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7×7 على تويتر. إن شاء الله في نهاية حلقتنا النهاردة هنستعرض معاكم أهم الإجابات اللي هتوصل لنا. هنطلع بقى لفاصل سريع وبعد كده هنرجع ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. رجعنا تاني، لسه مكملين معاكم فقراتنا في 7×7 على تايم سبورتس. عايزه برضو افكركم مره تانية بسؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده بيقول توقعاتكم ايه لمباراه بكره في دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي والنجم الساحلي التونسي؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7×7 على تويتر. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده نستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا. ونروح بقى معاكم دلوقتي لفقرتنا النهارده، فقره نجم اليوم. نجمنا هو الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي، نجم وهداف فريق برشلونه الاسباني، واللي خاض امبارح طبعا المباراه رقم 700 ليه في تاريخه مع برشلونه بمواجهه بروسيا دورتموند الالماني في دوري ابطال اوروبا. وهي طبعا بالمناسبه ميسي سجل فيها هدف وصنع هدفين لزميله او لزمايله في خط الهجوم لويس سواريز وانتوان جريزمان عشان يفوز برشلونه بنتيجه 3-1 ويضمن كمان التاهل رسميا لدور ال 16. طبعا ميسي حاليا عمره 32 سنه، قيمته التسويقيه 150 مليون يورو، وفاز السنه اللي فاتت او السنه دي لسه في 2019 بافضل لاعب في العالم من الفيفا. ميسي كمان انضم لبرشلونة سنة 2000 وده كان عن طريق قطاع الناشئين، واتدرج طبعا في الفرق لحد ما وصل في سنة 2005 للفريق الأول، ومن وقتها لحد دلوقتي لعب 700 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 613 هدف وصنع 250 هدف تانيين. ودلوقتي بقى هنروح معاكم لفقرتنا الاخيره وهي فقره التوب سيكريت، واللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري مش هتلاقوه في اي مكان تاني. خبرنا النهارده عن انقسام اتحاد الكوره على رفع قيمه راتب شوقي غريب. عرفنا طبعا ان في حاله من الانقسام جوه لجنه او اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكوره حوالين زياده قيمه الراتب الشهري الخاص بكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بعد الانجاز اللي حققه بالتاهل لدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، وتوج طبعا بالبطوله الافريقيه تحت 23 سنه بعد ما فاز على كوت ديفوار في المباراه النهائيه بنتيجه 2-1. عرفنا بقى ان عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اكد على ضروره مكافاه شوقي غريب تعديل قيمة عقده مع المساعدين اللي معاه أعضاء الجهاز الفني للفراعنة، لأن هم عملوا إنجاز كويس جدا وإنجاز يعتبر عظيم بالتأهل الأولمبياد وحصد اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخ مصر. لكن في أعضاء من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة معترضين وأبدوا كمان تحفظهم الشديد على فكرة عمرو الجنايني، وهم شايفين إن القرار ده هيكون غلط لأن في عقد في دلوقتي العقد بتاع شوقي غريب موجود طبعا في قيمه، واتحاد الكوره والعقد لسه ما انتهاش زي ما تقال في الفتره اللي فاتت، والعقد كمان اللي وقع عليه مع مجلس اداره اتحاد الكوره السابق برئاسه هاني ابو ريده ممتد لحد بقى نهايه مشاركه منتخبنا المصري في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020. دلوقتي بقى هنروح معاكم سريعا ونشوف ردودكم او توقعاتكم لمباراه بكره، مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري ابطال افريقيا. هنبتدي معاكم من تويتر هاشتاج البرنامج 7×7. عبد الرحمن عز بيقول فوز الاهلي ان شاء الله، والشحات مساء الفل عليك يا شيما، اتوقع فوز الاهلي 2-0. ده محمد عاطف ابو سرحان، مساء الفل عليك. كريم كاجو كمان بيقول اتوقع فوز الاهلي على النجم الساحلي بنتيجه 2-0. رمضان صبحي، حسين الشحات، والتوقعات مش بفلوس، توقعوا النتيجه. هيما بيقول 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. حماده بيقول مساء الفل والياسمين والورد، مساء الفل عليك. اتمنى فوز الاهلي على النجم الساحلي التونسي بنتيجه 4-0. عبد الله بيقول 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله.
أهلاوي بيقول مساء الفل والورد والياسمين، فوز الأهلي إن شاء الله 3-1. محمود مبروك بيقول مساء الفل، أتوقع إن النجم الساحلي هيغلب النادي الأهلي 2-0. ليه كده بس؟ أحمد حمدي بيقول مساء الخير عليك يا شيما، فوز النادي الأهلي 2-0. أحمد سليمان بيقول مساء الفل، بشكرك جدا كلك ذوق، إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0. كريم 2-0 إن شاء الله. مصطفى كمان بيقول إن شاء الله نكسب 4-0. محمد بيقول مساء الفل، إن شاء الله النادي الأهلي هيفوز 2-0، رمضان وحسين الشحات. هاني كمان بيقول إن شاء الله هتكون بداية ولا أروع والأهلي هيكسب 3-1. محمود الوامي بيقول أو العوامي بيقول مساء الفل عليكي، أتوقع تعادل الفريقين 2-2. أحمد عيد بيقول مساء الخير، بشكرك جدا، فوز النادي الأهلي. خالد بيقول مساء الفل، ان شاء الله افوز النادي الاهلي 3-0. المباراه صعبه على الفريقين ولكن اتمنى فوز النادي الاهلي طبعا برغم زملكاويتي. هو ده المفروض نعمله بقى، يعني النادي الاهلي بيشارك باسم مصر في دوري ابطال افريقيا فلازم طبعا كلنا نكون وراه. ام الشهيد بيقول او بتقول عفوا ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب 2. أيمن بيقول مساء الخير عليك يا شيما، توقع الماتش هيكون صعب خصوصا ان ده اول اختبار افريقي لفايلر، بس ان شاء الله الاهلي يقدر يخلص الماتش لصالحه. نروح بقى للفيسبوك ونشوف اجاباتكم على الفيسبوك كانت عامله ازاي. محمد خالد بيقول 3-0 باذن الله. ياسمين شعبان بتقول مساء الفل عليكي، انا بحبك قوي وانا كمان، شكرا ياسمين، ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. باذن الله الاهلي هيفوز 2-0 بهدفين لاجاي والشحات، ده احمد حسن. ومحمود حسن بيقول 2-1 للنادي الاهلي ان شاء الله. حماده السيد 2-1 لنادي الاهلي ان شاء الله. واحمد حامد بيقول ان شاء الله 6-1 للنادي الاهلي. محمد بيومي بيقول ان شاء الله يا شيما 2-1 للاهلي، 4-1 للاهلي، ده عبد الرحمن الكومي. حسام بيقول مساء الخير، فوز الاهلي 3-1 على النجم الساحلي في رادس. ومحمود مانجا بيقول خساره الاهلي بخماسيه. ماشي بكماني اوكي. محمد متولي بيقول الطلحاوي مساء الخير يا شيما، فوز الاهلي 1-0. كمان محمد رضا بيقول التعادل 1-1 الشحات للاهلي، وياسين الشيخاوي للنجم الساحلي. محمد طه بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. وكمان محمود اباظه بيقول فوز الاهلي 3-1. احمد علي بيقول 2-0 للساحلي التونسي. ويوسف الزمركاوي بيقول مساء الجمال، الاهلي هيفوز 1-0. احمد محمد بيقول 2-0 للاهلي. ومصطفى فتحي بيقول توقع، هو توقع فوز النادي الاهلي 3-1 بمشيئه الله. مينا بيقول مساء الخير، الاهلي هيفوز 2-1. كمان منا بتقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. أنطونيوس بيقول الأهلي 2-2 أو هيتعادل مع نجم الساحلي 2-2. كمان موسى لواري بيتوقع تعادل 2-2. وإسلام عطا بيتوقع فوز النادي الأهلي 4 أهداف للا شيء. عبد العزيز بيقول الأهلي 3-1. وكمان صابر هاني بيقول الأهلي هيفوز ب5 أهداف نظيفة.
دي كانت بعض التوقعات اللي وصلت لها النهارده عن طريق هاشتاج البرنامج على تويتر 7 في 7، وكمان عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، على طبعا صفحه تايم سبورتس بننزل فيها دايما الاسئله، ودايما طبعا بنستنى مشاركتكم معانا. بشكركم جدا على المشاركه معانا، اكيد كل تمنياتنا للفوز للنادي الاهلي وكل الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه. نشوفكم بكره ان شاء الله.